ممكن حضرتك تشرح للساده المشاهدين لانه حصل لغط على الطريق، انا عارف الطريق بس مش هتكلم عليه، عايز حضرتك تتكلم وتقول للساده المشاهدين الطريق اللي حصل فيه الحادث ده ايه، عباره عن ايه؟ هو ده الطريق اللي نازل من جامعه الجلاله على العين السفنه. أيوة. طبعا الطريق فيه بعض السواقات الشديده وكان الاتوبيس كبير يعني 50 راكب يعني، فلم يتحمل هذا الطريق، والنيابه بتحقق في هذا الموضوع وصدر يعني بيان من معالي النائب العام للشرطة محمد شوقي. نعم عاملين تحقيقات. بالظبط يا فندم، بالظبط. فقيد التحقيق وادى الى الحادث الاليم اللي احنا شفناه. طب معلش مره تانية، هل الطريق ده مخصص للاتوبيسات ولا لا؟ هو المفروض الطريق ده ما يبقاش فيه اتوبيسات، يعني المفروض ما بينزلش فيه اتوبيسات، وده واحد من الاسباب اللي ادت لهذا الحادث الاليم. حب يختصر بالظبط، حب يختصر الطريق بالظبط مش كده؟ بالظبط بالظبط، هو المفروض ما كانش، بس احنا تحدثنا في هذا الموضوع بحيث ان يتم تلافي هذا تماما، وتم التحرك السريع في هذا طيب مساله الامان كجامعه غير التحقيقات النيابه العامه بتجريها، هل حضرتك بالنسبه للجامعه اجريتوا هذا التحقيق داخل الجامعه، تعرفوا التفاصيل اللي حصلت ولا تركتوا الامر كله النيابه العامه؟ طبعا ده دور النيابه العامه، ولكن احنا دورنا بقى ان احنا نوعي اولادنا. وده دورنا، ده دورنا كجامعه ان احنا نوعي اولادنا ونكون جنبهم وندعمهم. وكمان طبعا بنتاكد على كل الاتوبيسات اللي هي تابعه للجامعه، اللي هي مع الشركات اللي احنا متعاقدين معاها، والتحليل الدوري للسائقين، ده حاجه من الحاجات الاساسيه. كمان تحدثنا مع الجهات المسؤوله بحيث ان يكون على طول في تحليلات فوريه حتى للسائقين الغير تابعين للجامعه، اللي هم بيبقوا حضرتك عارف برضو الجامعه كبرت وفي عدد كبير وبيبقى في ميكروباصات او يعني اتوبيسات خارج اسوار الجامعه، فبرضو احنا طلبنا من الجهات المسؤوله وعلى طول. طلبتم من الداخليه ولا من طبعاً الداخليه والصحه؟ طبعا يا فندم، يكون على طول في تحليلات فوريه لجميع السائقين. طبعا يا فندم، حتى لانه ثبت انه السائق اللي عمل الحادثه انه يعني عايز اقول ايه، مدمن مخدرات، يتعاطي مخدرات، ثبت بقرار من النيابه العامه طبقا للطب الشرعي والاجراءات اللي عملوها. تمام يا فندم، ده صدر فعلا في البتاع، حتى معالي دوله رئيس الوزراء النهارده ذكر هذا في بيانه. نعم. بعد في المؤتمر الصحفي النهارده. مظبوط يا فندم، والتجديد على الامان في الطرق، وده حاجه من اللي معالي دوله رئيس الوزراء ذكرها النهارده. اتكلمتوا على المنحه اللي هي 50% للمصابين طلبه وده حتى تمام التخرج يا فندم ان شاء الله. نعم، وتحمل كل نفقات العلاج مش كده؟ طبعا يا فندم، دي تبقى حاجه احنا بنعملها من اول ما الجامعه، مفيش حاجه اسمها حد من ولادنا يكون محتاج اي علاج مهما كان المبلغ اللي مطلوب، احنا على طول بنتحمله